يعني قصدك انك كنت، انا كنت بشتغل من البدايه بشتغل وكنت من قاعد البدايه شغال بالظبط على طول، بس انا ظهرت في الاخر علشان الموضوع كان فيه من عند ربنا بقى سبحانه وتعالى، يعني جت من عند ربنا. انا كنت كسول شويه، ما بروحش بقى من وانا بمثل مسرح، كل ما حد بيشوفني مسرح الحمد لله رب العالمين كان بياخدني لحاجه تانية، لحاجه اعلى شويه، حتى لو مشهد في مسلسل او مشهد في فيلم، لو عاوزني في سيت كوم ايا كان، الحمد لله كل اللي كان بيشوفني في مسرح فيقول يا ابني انت ليه ما بتمثلش كذا وبتاع. بس اكيد كان عندك هدف، يعني مثلا اكيد ما كانش اخر هدفك المسرح، انك تمثل في المسرح، فاكيد طول المشوار ده بقى لما انت تكون عندك هدف اكبر وسبع سنين مسرح، ما جالكش لحظه حسيت بيأس انا مش عارف اوصل للهدف ده، طولت قوي سنين، ولا لا عادي انت كنت عارف انت رايح فين او سايبها على رب، يعني كانت ايه؟ ونعم بالله التانية دي، التانية سايبها دي على ربنا. سايبها على ربنا سبحانه وتعالى. وكنت بتعامل طول عمري ما جه في دماغي ابدا ان انا هتشهر في يوم، عمري ما جه في دماغي انت ابدا. بتحب التمثيل لغرض انا التمثيل. بحب التمثيل لغرض التمثيل. انا عايز اقول لحضرتك ان انا ما صدقتش نفسي من بعد 10 سنين تمثيل مثلا ولا حاجه لما خدت اجر. والنقطه دي انا عايزه اكلمك فيها، يعني سبع سنين بتاخد تشتغل مسرح من غير اجر، طب كنت تصرف منين؟ عرفت منين الموضوع السبع سنين ده؟ يعني انتوا سمعت شاطرين، عندنا اخبار انتوا شاطرين مذاكرينك. شاطرين. ما هو السبع سنين دولت انا كنت ابويا بيصرف عليا. لا سوري انا اسف، انا كنت شغال من بعد ما اتخرجت، انا كنت شغال، فانا بصرف على نفسي وتمام مفيش مشكله خالص تمام، بس انا لسه في البيت ما ارتبطش. السبع سنين الاولانيين دولت ان انا لما اتجوزت، اتجوزت 97 وانا خريج 90، فالسبع سنين دول بمثل جوه الكليه. ازاي وبعد ما اتخرجت بيوم بتمثل جوه الكليه؟ في الفريق اللي في هناك. فريق اتليه المسرح، وبنعمل مسرحيات بقى هواه بنعرضها بره والكلام ده. اول مسرحيه اتعرضت خدنا عنها اجرا كانت سنه 97، وكنا بنعمل اوبريت الدرافيل في الهناجر، وخدت 750 جنيه عن 15 ليله عرض جوه الهناجر. وما كنتش مصدق نفسي، ما كنتش مصدق نفسي من منطلق ايه برضو، انا عشان بقبض من الشغل ده. اللي بحبه. واحنا عندنا مأساة بتقول ايه، يا بتشتغل شغلانه عشان تاكل منها عيش ما بتحبهاش، يا بتشتغل شغلانه، ده كان فكري زمان يعني، يا بتشتغل شغلانه انت ما بتحبها جدا بس ما بتاخدش عنها الاجر اللي انت بتتمناه او اللي انت تعرف تعيش بيه تمام، او ما بتاخدش اجر عنها خالص. فليه كنت انا بغير، بلاش بحسد، بغير الفنانين ولاعيبه الكوره، انك بتعمل حاجة بتحبها هي عبارة عن هواية وفي نفس الوقت الشغل اللي انت بتاخد منه الفلوس اكل عيشك تكبر. اتحولت لاكل عيشك زي ما بتقال يعني، انك تتقاضى عنها اجرا. فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انك تعمل حاجة يعني كتير وده جدا. وده كان السبب بقى انك اشتغلت في الحكومة؟ ده السبب. السبب اشتغلت في الحكومة اللي هو ايه اللي السبب؟ انت كنت عايز يعني تمارس الهواية بتاعتك وفي نفس الوقت يكون ليك مصدر دخل ثابت، اللي هو التقليدي، الفكر شوية القديم. ده حقيقي. يعني انت ما كنتش عايز تاخد اجر خالص من التمثيل ده؟ مش ما كنتش عايز، ده انا اتمنى. مش بمزاجي. يعني انا مضطر. انا مضطر لان انا بنعمل حاجات هوايه، اللي هو حاجات الهوايه دي احنا بنصرف عليها من جيوبنا. لا انت فاكره ان لو في حد جه اداني 10 جنيه هقول له لا؟ كتر خيرك. طيب